السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة مزروالي. اليوم غنديرو اليونيت 3 ولا اليونيت الثالثة في المقالة ديال الإنجليزية الثانية بكالوريا ديال formal, informal and non-formal education. غنديرو دابا المصطلحات ولا vocabulary، غنشوفو أشنا هي formal وأشنا هي informal وأشنا هي non-formal وأشنا هي education. نبداو بformal. formal هي تعليم نظامي، تعليم نظامي بحال في مدرسة ولا ثانوية ولا الجامعة، ويتطلب حصول على شهادة في الأخر ديال العام وكندوزو في امتحان. informal education هي الأشياء اللي كنتعلموها عن طريق مشاهدة البرامج التلفزية والأفلام ولا تتطلب شهادة في الأخير، وهي مثال ديال التعلم الذاتي. informal education. non-formal education هو مثلا محو الأمية، ليس بالضرورة الحصول على الشهادة. formal education هو التعليم النظامي، informal education تعليم غير نظامي، special education تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ولا ذوي الحاجيات، gifted education تعليم المهو بين، vocational education هو التكوين المهني، inclusive education التعليم الشامل، adult education تعليم الكبار، literacy هو معرفة ديال القراءة والكتابة. العكس ديال literacy هي illiteracy، يعني الأمية. إذا بغينا نقول واحد الشخص متعلم يعني تعرف يقرأ وتعرف يكتب، نقول له literate. العكس ديال literacy هي illiterate، يعني غير متعلم ولا أمي، هذه صفة ولا adjective. education system هو النظام التعليمي، educational background ثقافة عامة ولا خلفية ثقافية، education goals أهداف تربوية، formal education هي التعليم الرسمي ولا التعليم النظامي، school subject مادة دراسية، school uniform الزي الرسمي، school year سنة دراسية، private school مدرسة خاصة، private institution مؤسسة خاصة، private lessons دروس خاصة، equal opportunities تكافؤ الفرص، equal rights تساوي الحقوق، equal status تساوي المراتب ولا المكانات. ندوزو دابا الأمثلة. example education مثلا education should be obligatory in every country، التعليم يجب أن يكون إجباريا في جميع الدول. الأمية illiteracy. example illiteracy is a big problem in the third world countries، الأمية هو واحد المشكل كبير في دول العالم الثالث. المنقطعون عن الدراسة هي drop out مثلا. example there are many dropouts in the city than rural areas، هناك العديد من المنقطعين عن الدراسة في المدن مقارنة مع البادية. الجهل ignorance many people suffer from ignorance in our country، many people suffer from ignorance in our country، الكثير من الناس يعانون من الجهل في بلدنا. معاناة sufferings مثلا no one can understand the suffering of students to go to school in rural areas، لا أحد يمكن أن يفهم معاناة التلاميذ في الذهاب إلى المدرسة في المجال القروي. school المدرسة. schools are very far from houses in rural areas، المدارس بعيدة عن السكان في المجال القروي. الفقر poverty مثلا many families in Morocco suffer from poverty، كثير من العائلات في المغرب يعانون من الفقر. المدرسة العمومية public school in Morocco public schools are free، في المغرب المدارس العمومية مجانية. private school هي المدرسة الخاصة، in Morocco private school are very expensive، في المغرب المدارس الخاصة باهظة الثمن. هذه النهاية ديال الفيديو. إذا عجبك الدرس ما تنساش دير لايك، إلا ما كنتيش دير سبسكرايب دير سبسكرايب. شكرا على المشاهدة، السلام عليكم.